مركز الفلسطيني الامريكي اللي قادمين اليوم مثلا عنهم، وايضا عن الجاليه واقليم الفتح في امريكا. هم مش المره الاولى، يعني صدف انه عده مرات جاءوا الى محافظه طول كرم، كباقي المحافظات يعني ليس فقط طول كرم، وقدموا هذه المساعدات، مساعدات متنوعه. المره هاي كان في له علاقه في الاحتياجات الخاصه. احنا بنشكرهم، في رهان عليهم مهم جدا بتأثيرهم في الساحة الأمريكية. إن شاء الله إنهم بتوفقوا، لأنه دورهم إحنا صرنا نلمس في الفترة الأخيرة وبفترات يعني سابقة قديش في تأثير إنهم على الشارع الأمريكي. فبالتالي إحنا أحد الرهانات المهمة لشعبنا الفلسطيني هو التأثير الفلسطيني في الساحة الأمريكية كباقي الساحات في العالم. هذا منهج سياسي، منهج دبلوماسي، منهج شعبوي بشكل دائم، واحنا يعني لاحظناه في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية قديش كان تأثير الجماهير الفلسطينية والجماهير العربية والجماهير المساندة للشعب الفلسطيني في الساحات الأخرى. فكل الاحترام لهم، مشكورين على هذا الدعم. احنا مهما كانت المسافات احنا اكيد جنود في الخارج لقضيتنا الفلسطينيه ولدعم قيادتنا المتمثله بسياده الرئيس محمود عباس، واحنا يعني رح نعمل ما بوسعنا انه نكرر هاي التجربه. احنا اليوم في حمله كراسي كهربائيه لذوي الاعاقه، بلشنا هذا المشروع من 5 سنوات تحت مظله المركز الفلسطيني الأمريكي، طبعا بالتعاون مع مراكز الجالية الفلسطينية، بالتعاون مع المؤسسات.